مشاهدينا، برحب بحضراتكم حلقة جديدة في أسبوع جديد في مساء الخير. برحب بحضراتكم النهاردة، والنهاردة تكون حلقة مختلفة ومميزة لتغطية احتفال المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي بمرور 70 عام على رهبنة المتنيح مثلث الرحمات قدسة البابا شنودة الثالث. الحقيقة كل يوم بزداد فخر بوجودي في المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي لهذه الروح المملوءة بالوفاء والمحبة والبنوة لقدسة البابا شنودة. خليني أقول إن فكرة الاحتفالية عظيمة جداً، فكرة بدأت كمان بإن يكون على يومين، أول يوم مع أطفال وهم موجودين في المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، هم سما كيدز بيجوا يحضروا مدارس الأحد، وكمان بتكون بالإنجليش وبالفرنساوي، وتاريخ حلو قوي لسما كيدز إن يبقى موجود كمان وبيحتفل، وإحنا بنسلم أجيال جديدة. فكرة إن أنت تنقل فكر وتكلمهم عن بابا شنودة ويقدموا أعمال ويبقى فيه كل هذا الابتهاج، حقيقي كنت فخورين جدا بالولاد وبكل النشاط وبأسرهم اللي حضرت وشرفتنا وبكل الموجودين وكانوا مسؤولين عن هذا النشاط. خليني أقول لحضراتكم، اتولد قداسة البابا شنودة نظير جيد رفائيل في 3 أغسطس 1923، يعني زي النهاردة بالضبط. النهاردة كمان عيد ميلاد قداسة البابا شنودة في السماء. كل سنة هو شفيع لنا كلنا، كل سنة وهو دايما بيعلمنا، أثناء وجوده معانا كان بيعلمنا، وبعد رحيله كل يوم ما فيش حد بيمر عليه حاجة للبابا شنودة إلا بنتعلم منها. كل يوم رسائل جديدة، كل يوم فعلا خبرة السنين، تقريبا السنين كلها اللي قدست البابا شنودة من طفولته كان فيها مقاس كتير، كان فيها رحلات فيها صعوبة كتير، في إعداد إنه يكون بكل هذه الخبرات اللي خلت يبقى عندنا بابا لما نتكلم عنه كل العالم يقوم يقف. ربنا نايح نفسه. النهاردة كمان كان في احتفال ب70 عام على رهبنته. تقريبا الراجل اللي كان تحسه لما بيدخل لمكان أو بيزور دولة أو لما بيجي رؤساء دولة بيروحوا يزوروه كأنه رئيس جمهورية. هذه الهيبة محدش بيقول هبوني أو احترموني أو قدروني، لكن هذه الهيبة كانت منحة إلهية يستحقها قداسة البابا شنودة، كانت بدون أي مجهود. وده عملوا حاجات كتير، عملوا ثقافة البابا شنودة، عملوا محبته، عملوا تواضعه، عملوا الراهب الناسك اللي كان موجود طول الوقت. الرجل اللي كان يملك الكثير لكن تحسه في منتهى البساطة والتواضع، كان رسائل طول الوقت، تقريبا ما في مرة نرى البابا شنودة بيتكلم في محفل دولي أو في عزته يوم الأربع إلا والجميع ينصت وبمنتهى الاهتمام والتقدير. فكرة الهيبة دي اللي يمكن النهاردة شغلتني جدا وأنا سامعة في حفل المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي كل القامات اللي قامت وتكلمت على البابا شنودة. صاحب النيافة الحبر الجليل ونشكره جدا على هذا الحفل اليوم، الأنبا أرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، واللي اتكلم عن مرحلة عن قد إيه هو كان، حتى هو بابا بيروح 3 أيام في الدير وثلاث أيام والباقي الأسبوع يكمل فيهم ويدير كل البطركيات وبيدير كل الكنيسة. شفنا كمان أنبا بولا اللي تحدث عن البابا القوي اللي كان من ضمن قوته هي رهبنته، لأن الراهب هو بيترك كل شيء، بيبقى ناسك، بيبقى مش عايز أي شيء، ده اللي قاله كمان نيافة الأنبا بولا. النقيب الصحفيين خالد البلشي اللي اتكلم في حفل اليوم عن البابا المثقف، البابا صاحب المواقف الوطنية، البابا اللي قال مش هنروح للقدس إلا إيدي في إيد فضيلة شيخ الأزهر، اتكلم عن موقفه تجاه القضية الفلسطينية، اتكلم عن لما كان، ده جزء من كلمة نقيب الصحفيين خالد البلشي، قال لما كنا بنقعد في عزة الأربعاء ننتظر، كنا أكيد بنبقى متأكدين هنطلع بعناوين مهمة، هنطلع بمعلومات مهمة، هنطلع بأخبار مهمة من هذه العظة اللي كانت يعني بمثابة مدرسة للجميع. الحقيقة أستاذ مصطفى البكري عضو مجلس النواب والإعلامي والكاتب الصحفي تحدث أيضا بمنتهى الحب عن قداسة البابا، عن وطنيته، عن مواقفه الملهمة طوال الوقت. الحقيقة العديد من الضيوف تحدثوا في حفل اليوم وهيكونوا منوريننا أثناء الحلقة على تسمعوا جزء من كلماتهم أو معانا على التليفون، واللي ما قدرش يحضر هيكون معانا النهاردة كمان على الهاتف للكلام عن العظيم البابا شنودة الثالث، البطريرك 117 في كنيستنا، واللي مؤثر إلى ما لا نهاية من كتر ما هو كان حقيقي وصادق في كل مشاعره وبسطته. أنا النهاردة كل ما بسمع الحاجات اللي كانت بتتعرض من كلمات قداسة البابا شنودة في الحفل على كل المستويات
كيف كنت سابق بكل هذه العصور؟ إزاي لما دموعك بتنزل، دموعي بتنزل دلوقتي بعد مرور كل هذا الوقت على رحيلك، أو بعد مرور كل هذا الوقت على الوقت اللي كانت فيه الدموع دي، إزاي مؤثر، إزاي سايب جوانا كل هذا وبمنتهى البساطة بدون أي ابتذال أو افتعال. زي ما قلت في الأول كانت الهيبة، الهيبة اللي ما يقدرش حد يمنحها أو اللي يصطنعها، لأنها بتقع مع أول الفقد للهيبة ده ما بيفتح بقه، لكن حقيقي كان عظيم ومؤثر وحاضر. النهاردة 70 سنة على رهبانته، أكيد مدرسة جديدة وحابين نتكلم ونتعلم ونعرف عنها أكتر. بس أنا اللي حبيته أكتر جدا، ويمكن صاحب النيافة الأنبا رفائيل في كلمته النهاردة قال حاجة حلوة قوي، قال إن أنا زعلان على الأجيال اللي ما شافتش البابا شنودة ولا سمعتوش. أنا يعني عايز أقول المركز الثقافي عالج الحكاية دي بأنه يعمل الاحتفال على يومين. اليوم الأول كان بالأمس مع أبنائنا من اللي بيجوا في سماء كيدز على في المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، وهم بيحضروا مدارس أحد في المركز الثقافي بالفرنساوي وبالإنجليش. عايز أقول لكم حالة حلوة قوي، ما تشوفوا أكتر من 200 طفل في حفل، وفي منهم كان قدهم، أنا عارفة أن اللي بيحضر المدارس الأحد دي كتير جدا، يعني أكتر من كده كتير، لما يشارك في الحفل بس 200 طفل من كيجي لتالت أعدادي، وبكل هذا الحماس وبكل هذا الحب والترتيل والترنيم عن البابا شنودة بالعربي بالفرنساوي وبالإنجليش بوعي أنا كنت منبهرة بيه وأنا بشوفه وبتابعه. كمية الخدام الموجودين واللي بيشرفوا على هذه الخدمة العظيمة أنا بشكرهم. الخدمة دي بدأ من سنين، خليني أكلمكم عنها وخليكم كمان تشوفوا جزء من اللي حصل امبارح، زهوا وافتخارا بأبنائنا اللي بيعرفوا تاريخ كنيستهم وبيعرفوا أبائنا وبتركتنا اللي بيخدموا وخدموا كنيستنا. احتفل أمس مدارس الأحد بالمركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي سما كيدز بمرور 70 عاما على رهبنة مثلث الرحمات قداسة البابا شنودة. حضر الاحتفال صاحب النيافة الأنبا أرميا رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، وتضمن الاحتفال تقديم سما كيدز مجموعة من العروض المسرحية والترانيم خاصة بالبابا شنودة باللغات العربية والإنجليش والفرنساوي. زي ما قلت لكم هنطلع نسمع جزء من كلمة صاحب النيافة الأنبا أرميا وهو مع سما كيدز، واخترت جزء من الكلمة اللي يمكن يقربكم ويعرفكم على سما كيدز عشان نسمع بعد كده كلمة صاحب النيافة عن البابا شنودة لكن في حفل اليوم. خلينا نطلع نسمع جزء من كلمة صاحب النيافة مع سما كيدز أمس ونرجع نكمل. نهاية هذا اليوم أشكر دكتورة مريم وأشكر كل الخدام والخادمات في سما كيدز، وأشكر كل الأهالي، وأشكر كل أطفال سما كيدز وشاباتها وشبانها على هذا الجهد الرائع اللي أنا عايز أقول لكم لحد أمس ما كنتش متأكد أنكم هتطلعوا بهذا الاحتفال القوي الجميل اللي انتوا قدمتوه للكنيسة، وده هيظل عالق في أذهان الأطفال وهيظل في عالق أذهان الأمهات، وتظل الكنيسة من جيل إلى جيل تسلم أولادها اللي هي استلمته، ونصلي من أجل سلام العالم وسلام الكنيسة، ونطلب أن ربنا يحافظ لنا على رعينا وأبينا صاحب القداسة البابا الأنبا تودروس الثاني اللي أنا بعت له النهاردة وهو بارك العمل اللي احنا بنعمله. نطلب من ربنا ان هو يحافظ عليه ويديله الصحة والعافية ويبارك في كل عمل في هذه الكنيسة لمجد اسمه القدوس، لأن الكنيسة القبطية هي الكنيسة الأرثوذكسية التي إيمانها سليم حافظت عليه من القرن الأول الميلادي، وإن شاء الله إلى مجيء ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، وإلهنا كل مجد دائما أبديا أمين. ده كان جزء من كلمة صاحب النيافة في احتمال سما كيدز أمس، ومعانا على الهاتف الخادمة صاحبة اللي وراء كل هذا النشاط الجميل دكتورة مريم الأم سبولس. مساء الخير يا دكتورة. مساء الخير يا فندم، اهلا، ازاي حضرتك؟ برحب بحضرتك معانا، وكل سنه وحضرتك وكل الاطفال الحلوين دول طيبين. وحضرتك طيبه وقناه ميسات وسيدنا طبعا نيافة الأنبا أرميا. ميرسي. احب اعرف اكتر عن سما كيدز، متى بدات، كيف كانت الفكره، عاداتكم، ايه الحلو اللي انتوا قدمتوه النهارده؟
بنعمة ربنا يعني نشكر ربنا. سما كيدز مدارس الأحد بالمركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي. الخدمة بتقوم بلغتين، اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية، ونشكر ربنا كمان عندنا مدرسة شمامسة القديس استفانوس بنعلم فيها الولاد ألحان الكنيسة القبطية وإبطي وألحان وطقس. سما كيدز بدأت في يناير 2019 وليدة يعني محبة سيدنا نيابة الأنبارية للكنيسة وللتعليم وللخدمة. في البداية بدأنا بشكل يعني متخصص جدا نخدم ولادنا اللي عندهم شوية صعوبة في يعني في اللغة العربية، إنه مثلا أنا مش عارف أقرأ كتاب مقدس بالعربي أو أصلي أو كده، اللي هما في المدارس الانترناشنال. دي كانت بداية الخدمة. نشكر ربنا ويعني على عمله معانا انه الموضوع اتسع الى ما هو اكتر من كده، انه بقى فيه ولاد كتير حابين انهم يكونوا معانا. حسب توجيهات سيدنا الصراحة قال احنا بنخدم كل ولاد الكنيسة وليس فئة واحدة فقط، فقال لي يعني استقبلوا كل الناس من مختلف المدارس خلاص، فاحنا خلاص بناخد كل ولادنا. بس في فرنسي ستيل بناخد ولاد المدارس فرنسي، لانه فرنسي لغه اصعب شويه، لكن في انجليش موجود ده وده. واتسعت الخدمه زي ما بقول لحضرتك، يعني نشكر ربنا لوجود مدرسه الشمامسه ولعدد مراحل كثيره وفصول كثيره للولاد. لكن الحقيقه ان تقديم الخدمه باللغه الانجليزيه شيء وجدناه نشكر ربنا ممتع للاولاد وبيشدهم، مع الحفاظ على الطابع القبطي الارثوذكسي بتاعنا، لكن يعني هو بيزيد الموضوع يعني تشجيع ليهم وهم بيحبوه اكتر بالطريقه دي. يعني هم كده طلبت المدارس الانترناشونال، واحنا علشان ما نسيبهمش لهذه الدراسات، واللي بعض الاحيان كمان بيبقى مش عارف يروح مدارس احد عربي ومش عارف يفهم، فبالتالي احنا كده قربناه بمدارس بسما كيدز الموجوده عندي، لانه بتدرسه باللغه اللي هو اقرب ليه ومتربي عليها. طبعا احنا حافظت عليهم داخل الكنيسه، وزي ما قال سيدنا من جيل الى جيل، احنا كده اجيال بنسلم بالشكل اللي فيه التعليم دلوقتي وبالجيل او الاحداث اللي حاصله دلوقتي. حضرتك مش متخيله قد ايه الولد بيبقى او البنت بيبقوا مستمتعين لما مثلا نكون بنقرا البايبل وهو يكون مسترسل وعارف يقرا، هو مش محرج مثلا ان هو بيقرا عربي وهو مش عارف يقرا كويس او اللغه صعبه عليه او بيقرا ومش فاهم. انا عايزه اقول لك الطفل بينعزل، ما بيقدرش يروح الكنيسه لانه مش عارف يفهم، فبيحس أيوة مختلف أيوة. فبينعزل، فانا كده قربته يعني. فعلا انا بشكركم وبشكر صاحب النيابه على هذه الفكره العظيمه. اما عن مدرسه الشمامسه، مين ممكن ينضم ليها دكتوره مريم؟ كلنا، كل ولاد الكنيسة. احنا ما عندناش اي شروط خالص لمدرسة شمامسة ولا لسما كيدز حاليا. زي ما قلت لحضرتك حسب توجيهات سيدنا احنا بنستقبل الولاد من كل المدارس، لكن احنا بنحط الطابع بتاع الانجليش ده علشان هو اكتر يعني قريب لقلب الولاد، يعني هم بينبسطوا. قوليلي طب هم استقبلوا ازاي فكره الاحتفاليه وفكره، انا عارفه ان انتوا كل سنه بتعملوا لهم احتفال في التخرج، لكن فكره ان هم يحتفلوا ويشاركوا في مرور 70 عام، باحتفال بمرور 70 عام على رهبنه البابا شنودة، هم كاطفال استقبلوا ازاي؟ وانا شايفه ان انتوا بصراحه انا مبسوطه جدا انتوا اشركتوا كل المراحل. فكره انه يشارك في العروض اكتر من 200 طفل، ده اكيد شيء يعني كان فيه ترتيبات كتيره. نشكر ربنا، ربنا يعوضكم خير بجد. تعيشي، اشكرك. هو يعني طبعا اول ما سيدنا بلغنا بالخبر احنا صراحة كنا فخورين طبعا بثقته فينا، لان المدة ما كانتش كبيرة قوي يعني مدة التدريب، فكنا فخورين. احنا صراحة قعدنا كخدام مع بعض، خدام سما كيدز يعني انا بشكرهم، هم تعبوا جدا الفترة اللي فاتت، وقلت لهم انه سيدنا واثق فيكم وعايزنا نقدم حاجة يعني لسيدنا البابا شنودة. بدأنا بقى نتكلم مع الولاد عن البابا شنودة، يعني الأول كنا لازم نمهد لهم أو نقربهم، نعرفهم الأول هيتكلموا عن مين. طبعا إحنا كتير قوي برضو اتكلمنا في سما كيدز عن تاريخ البطاركة، يعني هم مش أول مرة طبعا البابا شنودة يعني غني عن التعريف، لكن مثلا الولاد بتوع كيجي مثلا هم الصغننين خالص دول، بدأنا بقى ندي دروس مقربة جدا، مين هو نظير جيد، الطفل النبغة اللي هو في الشعر وفي التعليم. أنا شايفة كمان كان في تمثيلية صغيرة
فيها بالزبط. البابا كرولس بيحط ايده دي، انا عايزه اقول لحضرتك دي هتفضل عالقه في ذهن بالزبط. الاطفال لسنوات. احب اقول لحضرتك كمان احنا عملنا ايه، احنا نزلنا بالولاد المزار في المركز. طبعا المركز ده يعني لؤلؤه ثمينه يعني طبعا. فيه كنوز كتير قوي، فاحنا خدنا الولاد للمزار بتاع الاباء البطارقه اللي هو مزار الشهداء اللي تحت في المركز، وحكينا لهم عن البابا شنودة أمام الأشياء الخاصة بي بقى. ده مكتب البابا شنودة اللي كان بيلقي عليه عزة يوم الأربع، وده الكرسي اللي كان سيدنا بيقعد عليه في الكاتدرائية. الحاجات دي يعني سهلت علينا، والولاد اتصوروا وفي هناك وانبسطوا جدا. بعدها بدأنا نختار ترانيم تكون بتعرض يعني على قد ما قدرنا نقرب من تسلسل أهم المحطات أو الحاجات في حياة البابا شنودة، بحيث أن كل مرحلة زي ما حضرتك قلتي تكون بتشارك، يعني ما فيش حد خالص ما شاركش من ولادنا نشكر ربنا. طب إحنا لازم تنورونا ونتقابل ونفرح بالحلوين دول وبخدمتكم الحلوة يا دكتورة ماري. طبعا ناخد بركة تايشي. شرفتوني ونورتونا. يعني بدأنا طبعا. مين كان كاتب لهم بالإنجليش ومين كان كاتب لهم بالفرنساوي عشان نقول لهم شكرا؟ احنا طبعا بصي احنا دورنا زي ما بقول لحضرتك على عدد من الترانيم، قلنا ان احنا هنقول حاجات طبعا بالعربي علشان تكون قريبة اكتر الى القلب وسهلة انها توصل للكل، يعني ما يكونش في صعوبة في ترجمتها او كده. فكانت مجموعة الترانيم من اول مرحلة كيجي، لكن احنا بنعمة ربنا اخترنا ان احنا نقول احد اشعار قداسة البابا اللي هو طبعا يعني غريبا عشت في الدنيا. قلنا غريبا باللغة الانجليزية كلها، الولاد قالوا القصيدة بالانجليش، ودي موجودة يعني هي مترجمة اوريدي في كنايسنا في المهجر وكده، فاحنا جبنا الترجمة باللغة الانجليزية. الحقيقة الخدام بقى ولادنا في قسم فرنسي كان الموضوع أصعب شوية، لأنه ما فيش ماتيريال قوي أو ما فيش حاجات مترجمة للغة الفرنسية أكتر، فهم صراحة قاموا بمجهود كبير جدا. الترنيمة بتاعة مرحلة الصغيرين خالص دول دي تأليف بنت من بناتنا في الخادمات يعني في سمكيد اللي هي فيرينا. نحييها جدا طبعا. طبعا أنا بشكرها فيرينا. خليني أقول لكل الأباء والأمهات اللي بيسمعونا النهاردة اللي أولادهم في مدارس انترناشونال بوجود حضرتك يا دكتورة مريم، حقيقي ما تسمحوش للغة أنها تكون عازل وتبعد الولاد عن الكنيسة أو عن ربنا أو عن معرفته أو معرفة أبائنا وتاريخ كنيستنا. بالعكس تعالوا في سما كيدز في المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، هتلاقوا فيها كل شيء حتى الألحان في مدرسة للشمامسة موجودة. أنا بشكر حضرتك جدا دكتورة مريم الأمس بولس أمينة خدمة سما كيدز بالمركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي. أما الآن معنا أب وحبر جليل من أبائنا الغاليين جدا، وما تحدثنا عن قداسة البابا شنودة إلا ولازم يكون حاضر بمحبته وبنوته اللي دايما فيها وفاء شديد لقداسة البابا شنودة. معنا على الهاتف صاحب النيافة الحبر الجليل أنبا موسى أسقف عام الشباب. سلام يا سيدنا. أهلا بيك. أهلا بيكم كلكم. إزاي نيافتك يا سيدنا؟ كل سنة ونيافتك طيب. كويس الحمد لله. سيدنا النهاردة عيد ميلاد قداسة البابا شنودة، وكمان بنحتفل بمرور 70 عام على رهبنة البابا شنودة. تحب تقول لنا إيه عن رهبنته وعن تاريخه وعن كمان علاقتك بقداسة البابا شنودة؟ هو ده كلام كتير، لكن البابا شنودة بابا تاريخي، يعني لما بنحط قمة من قمة الكنيسة قمة الكنيسة زي ماري مرقص بابا كرولوس بابا ديوسكوروس نحط بابا شنودة. البابا شنودة قمة من قمم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في تاريخها العظيم والمجيد. طبعا احنا عشنا مع البابا شنودة كابن مع أب، وكنت برافقه في كل رحلاته، وكان يحب ان انا ابقى موجود معاه ويقول لي كلم انت الأجانب. يمكن بحكم يعني انا أصلاً دكتور دارس إنجليزي، فكان أجانب بتكلموا بلغتهم عشان يبقوا متابعين معنا الأحداث بتاعة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. فإحنا بنشكركم يا فتان برمية وقناة ريسات، بنشكركم على الاحتفال بالبابا شنودة البابا التاريخي الذي لا ينسى ولا يموت،
فهو حي في السماء يصلي من أجلنا ويتشفع فينا. وبقول لكم كل سنة وأنتم طيبين ونيافتك بكل خير يا سيد. ونيافتك كلها طيبة بصلوات البابا. سيدنا تقول إيه النهاردة لقداسة البابا شنودة؟ أقول له يا بخت الكنيسة بيك، يعني إحنا عشنا أيام لا تتكرر، أيام جميلة ومجيدة مع البابا شنودة. أنا كنت بروح معاه كل حتة، وكان يحب أني أنا أكلم الأجانب والسفراء بلغتهم بالإنجليزي يعني، وهو يكلم الشعب. فهو يكون معاه آلاف مؤلفة، وأنا فاكر لما ابتدينا أروح معاه يقول لي كلم الشباب، فكنت أدور على الشباب. ولحد النهاردة هنضم صوتنا وصوت قداسة بابا شنودة، أقول لك كلم الشباب يا سيد. يبقوا ثلاثة أربعة، فأنا بقول له إيه ده، إيه الشباب ليه ثلاثة أربعة كده؟ قالوا لي أصل أنتوا بتتكلموا عربي وبتاع، وإحنا ما نعرفش العربي. قلت لهم خلاص تعالوا ونعمل لكم اجتماع بالإنجليزي وتحضروا وتجيبوا بعض، وبعدين تخدموا في الكنيسة وتكلموا وتكملوا تاريخ الكنيسة المجيد. جم فعلا يعني استجابوا، وجت أعداد ضخمة جدا من الشباب الصغيرين، ودي كانت بداية خدمة الشباب في الأسقف. كل سنة وانتم طيبين ونيافتك بكل خير وسلام يا سيدنا. شكرا نيافتك جدا. أنا بشكر نيافتك جدا على وقتك ووجودك معانا يا سيدنا. كل الشكر صاحب النيافة الأنبا موسى أسقف عام الشباب، كل الشكر لنيافتك. خليني أبدأ معاكم بما بدأنا اليوم، وهو أقام المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي برئاسة نيافة الحبر الجليل أنبا أرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي اليوم احتفالية بمناسبة مرور 70 عام على رهبنة قداسة البابا شنودة الثالث، وذلك بحضور أصحاب النيافة الأحبار الأجلاء أنبا بولا مطران طنطا وتوابعها، أنبا رفائيل الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة، أنبا سيداروس الأسقف العام لكنائس غرب عزبة النخل والمرج، بالإضافة إلى عدد من الرهبان والكهنة، وبحضور عدد من الوزراء السابقين والشخصيات العامة، منهم الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، الأستاذ مصطفى بكري عضو مجلس النواب، الأستاذ عيد لبيب رجل الأعمال وعضو مجلس الشورى الأسبق، المستشار أيمن بديع فلتس رئيس محكمة جنايات القاهرة، دكتور حنا جريس عضو مجلس الشيوخ، المستشار نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، الإعلامي محمد الغيطي، القمص لعازر صموئيلي مدرس بأكاديمية أرسطو مدرس بمعهد البشارة، الدكتورة نجوى الغزالي أستاذ العهد القديم بالكلية الإكليريكية، دياكن زكريا عبد السيد باحث بالمركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي. وخلال الاحتفال قدم كورال شباب الأنبا رويس عرضا لترانيم من قصائد البابا شنودة. لكن في البداية حابة كمان حضراتكم تتابعوا معنا جزء من هذه الكلمات اللي كانت في هذا الاحتفال. هبدأ مع حضراتكم بكلمة صاحب النيافة الأنبا أرميا، واللي كانت في بداية الحفل ترحيبا بضيوفنا الكرام. نطلع نسمع جزء من كلمة صاحب النيافة ونرجع نكمل مع حضراتكم. باسم الإله الواحد الذي نعبده جميعا، باسم أبينا صاحب القداسة البابا الأنبا تودروس الثاني، وباسم أبي صاحب النيافة الأنبا بولا مطران طنطا، وأبي صاحب النيافة الأنبا سيداروس الأسقف العام، نرحب بكم في المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي في هذه الذكرى العطرة التي نحتفل فيها بالعيد السبعين لرهبنة أبينا مثلث الرحمات قداسة البابا شنودة الثالث. وقد شاءت العناية الإلهية أن يكون هذا الاحتفال في يوم الثالث من أغسطس في ذكرى ميلاد حبيبنا مثلث الرحمات البابا شنودة الثالث. حضر
لقداسته أحد وزراء الثقافة من البلاد العربية، وآنذاك كنت لم أرسم بعد كاهنا. في بداية خدمتي معه في سكرتارية قداسته وحبريته المباركة، وأجرى معه حوارا عن تاريخ حياته، فاستأذنت قداسته أن أسجل هذا الحوار على شرائط كاسيت في هذا الوقت. وبعد أن تنيح قداسته أفرغت هذه الشرائط وصدر منها كتاب عن حياة البابا شنودة. تكلم عن حياة الرهبنة، فما أقوله الآن هو كلام قداسته ألخصه في الآتي. قال قداسته: نشأت حياة الرهبنة في البداية في أواخر القرن الثالث للميلاد، وكان أول راهب في العالم هو القديس الأنبا أنطونيوس الذي صار أبا لجميع الرهبان. ولد هذا القديس في عام 251 ميلادية، وترك عالمنا الفاني سنة 356 ميلادية، وقد عاش حياته الرهبانية في أواخر القرن الثالث الميلادي. غير أن قواعد الرهبنة في الحقيقة كانت تضرب جذورها في القديم، وكان موطنها البراري والقفار. نحن نسمع عن إيليا النبي أنه كان يسكن الجبال، ويروي لنا الكتاب المقدس كيف أنه اعتزل على جبل القرمن زمنا، وأيضا عاش يوحنا المعمدان في البراري إلى أن بدأ خدمته المقدسة وهو في سن الثلاثين. كان في برحب بحضراتكم مرة أخرى، ومعنا على الهاتف صاحب النيافة الحبر الجليل أنبا بيمن مطران قادة وقوس. سلام يا سيدنا. سلام والنعمة والبركة، وكل سنة وانت طيبة. كل سنة ونيافتك بكل خير وسلام. يعني النهاردة أكيد يوم مميز في تاريخ الكنيسة الأرثوذكسية. خلينا نعرف من نيافتك النهاردة عن 70 عام على رهبنة قداسة البابا شنودة، وأيضا كمان النهاردة عيد ميلاد قداسة البابا شنودة 101. بركة كبيرة جدا إن أنا يعني أشارك ولو بكلمات قليلة في هذه الأوقات المقدسة. أنا لا أعتبرها ذكريات بل هي حياة معاشة، أننا نعيش هذه الأيام مع حياة الرهبنة لأبينا صاحب الغبطة والقداسة المتنيح البابا شنودة الثالث، ونعرف سمات حياة الرهبانية. وقالوا عنه هو أنطونيوس الجديد، وهذا كلام أداء الكنيسة المقدسة عندما دخل البابا شنودة الثالث وهو نظير جيد، عندما دخل دير السوريان لكي يترهب واحد من الأباء المطرنة الأجلاء جل أنطونيوس الجديد، دخل الرهبنة وطبعا عاش حياة الرهبنة بكل معانيها وكلنا عارفينها. امتدادها كان في حياته الحالية، أو اللقاء ليا كان مع قداسة البابا بعد سيامتي أسقف قبل ما أجي لبرشلونة نجاز أجوز، كان في دير الأنبا بشوم، وقال لي: يا أنبا بيمن خد بالك، أنا بطريرك الكرازة المرقسية وبقضي 3 أيام على الأقل كل أسبوع في الدير، أوعى تنسى نفسك. ويعني أنا البابا، ولكن 3 أيام ملء
عشان الأربع أيام التانيين فيهم شغل وفيهم خدمة وفيهم وفيهم وفيهم. فالحياة حياة الرهبنة عاشت مع قداسة البابا من قبل ما يخش الدير، ولما دخل الدير، ولما دخل الوحدة، ولما اترسم متقف، ولما اترسم بابا. والحقيقة ده مثل وقدوة رائعة جدا جدا جدا. سيدنا يهمني أعرف من يافتك فكرة إقامة احتفال زي الاحتفال اللي عمله المركز الثقافي النهاردة وأهميته. حقيقة أنا كنت شايفة الضيوف وكأنهم في حضرة قداسة بوش، يعني في حالة من المهابة موجودة في الحضور بكل الأطياف اللي كانت ممثلة اليوم. يعني لو كنت انتظرت قليلا كنت أقول المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي تحت رعاية صح بالنيافة حب الجليل الأنبا أرمية، اللي أنا من ضمن الممنونين جدا والشاكرين جدا إنه بيعيشنا أحداث إحنا محتاجين لها ومشتاجين إن إحنا نسمعها وإن إحنا نشوفها. أمثلة الاحتفال بعيد رهبنة البابا شنودة ربنا يريح نفسه. وعلى فكرة النهاردة يوم غالي جدا عند الإبطشية، لأنه في مركز قداسة البابا شنودة الثالث للمؤتمرات في نجادة تم صيام 9 أباء كهنة اليوم وغطوا الاحتفالية قناة ميسات المركز الثقافي القبطي، فهو كان معي صباحا وزح لايف على الهواء. ويعني كم شعرنا ببركة البابا شنودة وكلمته لما يعني قال أتمنى هذه القاعة الكبيرة تظل ممتلئة باستمرار، مش عشان خطر أنا موجود بس، أنا عايزها تبقى على طول. والحقيقة واحنا بتتم الصيامة وانت شايف البابا شنودة إنه هو بيباركنا ويعني روحه معانا، والحياة الرهبانية اللي عاشها منعكسة علينا، ويعني بركة عظيمة جدا 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 عشناها وبنعيشها وهنعيشها. كل الموضوعات ده مش عيد رهبانته، لا ده كل كلمة بيقولها البابا شنودة الحقيقة لها صدى ولها وقع ولها تأثير داخلي لكل واحد فينا. ويعني نقول له بركتك يا قداسة البابا شنودة الثالث، ويا بختك بالسماء، وانت تعبت جاهدت وتعبت في السماء وأسست أديورة ورهبنت رهبان ورسمت أسافة، ويعني كلامك الجميل لما كنت بتسافر بتقول باخدكم في قلبي وانا مسافر وانتوا بترجعوا معايا، وانت في السماء دلوقتي يا قداسة البابا. انا واثق ان الكنيسه كلها في قلبك بتصلي لها فوق، وطبعا يعني بتصلي من اجل سلامها ومن اجل القائم على رعايتنا حضره صاحب الغبطه والقداسه البابا الانبا طاووسروس الثاني، ربنا يمتعه بكل صحه وعافيه. ونحتفل بكل ما مر بكنيستنا مع أبائها القديسين أمثال البابا شنودة وكل القديسين، نحتفل على طول من جيل إلى جيل. زمن يفت الأنبا أرمية بيقول الكنيسة بتسلم حياة معاشة بتسلمها من جيل إلى جيل. ربنا يخليكم كل سنة ونيافتك طيب يا سيدنا. شكرا. كل الشكر لنيافتك يا سيدنا صاحب الحجر الجليل أنبا بيمن مطران نقادة وقوس، كل الشكر لحضرتك على هذه أو لنيافتك على هذه المداخلة السرية. كمان من اللي شرفونا النهاردة في حفل المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي صاحب النيافة حبر الجليل أنبا بولا. خلينا نطلع نسمع جزء من كلمة صاحب النيافة الأنبا بولا ونرجع نكمل مع حضرتك. خليني أقول لكم يمكن من أهم أقوال قداسة البابا شنودة عن الرهبنة: وجدت في حياة الرهبنة الحماية والملاذ في حياة العالم المليء بالتقلبات والاضطرابات، الغير مستقرة في معظم أوقاتها، الغير مضمونة
مجهول مجهولة العواقب. خلينا نطلع نشوف جزء من كلمة أنبا بولا ونرجع نكمل مع حضرتك. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. شكر واجب سيدنا نفس الأنبا إرميا لوفائك وإخلاصك النادر للكنيسة الأم ولقداسة البابا شنودة الثالث. الحقيقة لم أتأثر بإنسان في حياتي مثلما تأثرت بقداسة البابا شنودة الثالث. لقد امتلك ويملك على قلبي وبلا حدود، ويشغل فكري، وفي كثير من الأحيان يتحكم في أفكاري وفي تصرفاتي. تستغربوا، في كثير من المواقف ألاقي نفسي أعمل إيه؟ كل اللي بعمله ساعتها إن أنا بستحضر شخصية قداسة البابا شنودة الثالث، ماذا لو كان حاضراً؟ ماذا سيقول؟ ماذا سيفعل؟ وعندئذ أقول وأفعل ما كان سيفعله البابا شنودة الثالث. عشان كده الحقيقة أي نجاحات دائما أنسبها للحاضر في قلبي وفي ذهني والعامل في أفكاري طيب الذكر المتنيح البابا شنودة الثالث. أحبائي، 70 سنة رهبانة، الكل يتحدث عن قداسة البابا شنودة الثالث في مجالات شتى. تحدث في كونه أكثر الكل عاطفية وحبا، أحب الله من عمق قلبه، ومن أجل الله أحب الكنيسة وبذل ذاته من أجلها والكنيسة على أرض مصر، فمحبة الوطن بلا حدود. الحقيقة كان الكل بيتكلم من قلبه بشكل قوي جدا. يمكن من ضمن الكلمات أيضا اللي كانت نيابة الأنبا بولا قال إن قوته كانت في رهبانته، قوته جت في انه يقدر يعيش لوحده في مغاره. كمان كان معانا اليوم في كلمه هامه صاحب النيافه أنبا رفائيل، واللي اتكلم عن مجرد ذكر اسم البابا شنوده بيتذكر على طول بيحضر في اذهاننا. ويمكن من الكلمات اللي كانت مؤثره في كلمات نيافه الأنبا رفائيل ان حزين على الجيل اللي ملحقش يشوف ولا يسمع قداسه بابا شنوده لضمان وصول التعليم لهم. كمان اتكلم، خلينا طيب مع حضراتكم ناخد استاذ مصطفى بكري الصحفي وعضو مجلس النواب. مساء الخير استاذ مصطفى. مساء الخير استاذ ألفت، اهلا بيك. برحب بحضرتك، ويعني حقيقي كنا سعداء بوجود حضرتك اليوم في احتفال المركز الثقافي القبطي بمرور 70 عام على رهبنة البابا شنودة. كيف كانت مشاعرك؟ وحقيقي يعني كانت كلمتك غنية بالمشاعر في هذا تجاه قداسة البابا شنودة. يعني اسمحي لي أولا أن أتوجه بالشكر والتقدير والعرفان للحبر الجليل نيافة الأنبا إرميا على هذه الدعوة الكريمة، وفي نفس الوقت على هذا الاحتفال بمرور 70 عاما على رهبنة قداسة البابا شنودة التي جرت في 18 يوليو 1954. المناسبة اليوم كانت مناسبة مهمة بالعودة بالتاريخ، تاريخ قداسة البابا شنودة وتاريخ رهبنته، وكيف عانى وكيف واجه بدءا من المغارة الآن بالاعتزال في الدير، مسيرة طويلة، مسيرة دينية ومسيرة تعليمية وأيضا مسيرة رعوية. أعتقد أن الحديث تركز أيضا من جانب بعض المتحدثين على المسيرة الوطنية لقداسة البابا شنودة الثالث، فقد كان واضحا في موقفه من التطبيع مع العدو الإسرائيلي ورفض زيارة القدس رغم كل الضغوط التي مورست في عام 1977 ضمن زيارة الرئيس الراحل. وربما كان لموقفه هذا الأثر الكبير في سجنه أو في تقييد إقامته داخل الدير لفترة
ليست بالقليلة، وهو أمر الحقيقة يعني أصاب المصريين جميعا بالحزن. حضرتك أشرت أن نفس التوقيت ده كمان كنت حضرتك أيضا في، لا كنت مسؤولا في لومانتورا أيضا في هذه الفترة، دول من 1531 استدت قرارة باعتقالهم في هذه الفترة. الحقيقة يعني اقتربت لبعض الوقت من قداسة البابا شنودة، ورأيت محبته للناس، تسامحه مع الآخر، إيمانه بهذا الوطن، رفضه للتدخل الأجنبي، إصراره على تحرير فلسطين من المحتل الإسرائيلي، حرصه الدائم على توحيد الجميع على قاسم مشترك واحد هو قاسم الوطن، والذي جسده في كلمة ستظل الأجيال ترددها، بأن الوطن يعني مش بس احنا بنعيش فيه، لا ده هو بيعيش فينا وبيعيش بداخلنا. أهم المواقف أستاذ مصطفى اللي كانت تجمعك أو جماعتك مع قداسة البابا شنودة، وحاجات يمكن ما يعني الحقيقة يمكن كلمة كل مرة آخر نكتة دي كانت إيه، والتعليق اللي كان في كلمتك النهاردة كان كنا في أحد اللقاءات، وكان يعرف تماما أنني صعيدي، وتحاورنا كثيرا في هذا الأمر قبل ذلك، ولكن أول أسلم عليه قول الدي يعني نيابتك وإيه اللي بيحصل، قال لي استنى بس قول لي آخر نقطة عن الصعيد. فأنا اتكسفت الحقيقة، يعني مش هقول نقطة قدام قداسة البابا. فقال لي عايز أقول لك حاجة يا أخ مصطفى، الصعيدة هم اللي بيطلعوا النكت على نفسي، مش ملكوا حل. قلت له ما أنت صعيد يا قداسة البابا. فقعد يضحك. الحقيقة كان ابن نكتة. هل كان في مواقف صعبة شاهدت فيها قداسة البابا شنودة؟ هل شفته مرة في موقف في تحدي؟ طبعا في مرات كثيرة ربما كان غاضبا من بعض المواقف، لكنه كان دائما يعلي الشأن الوطني. بعد أحداث ثورة يناير 2011 كان قلقا، خصوصا وإنه حدث في الفترة دي حرائق لبعض الكنائس، وبالتأكيد كان قلق على مستقبل الوطن. هو صحفي وقارئ بالتاريخ جيدا، وكتب العديد من المقالات التي تحدث عن الوطن والمخاطر التي تواجه الوطن، وكان دايما بيدعو المصريين إلى التكاتف في مواجهة أي تدخل أجنبي. وكان له كلمة شهيرة لما قال يعني لن نقبل بتدخل أمريكا لحماية الأقباط، فليمت الأقباط ولتحيا مصر. الحقيقة مواقف وطنية كثيرة ومتعددة، مواقف الإنسانية حقيقي. أنا بشكر حضرتك أستاذ مصطفى، يمكن كمان حضور حضرتك كان فيه تقدير شديد، وكمان يمكن لفت إلى لمسة الوفاء لصاحب النيافة الأنباء أرمية، وأنها رسالة وفاء التي تقدم من هنا إشارة إلى المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي. وكان حقيقي كل الكلام من أستاذ مصطفى بكري بكل الود والمحبة لمثلث الرحمات المتنيح البابا شنودة. خلينا نطلع مع حضراتكم نشوف جزء من كلمة صاحب النيافة الأنبا رفائيل، ونرجع نكمل مع حضراتكم. بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. زي ما سيدنا أنبا سيدروس بدأ كلمته بتعبير أن الإنسان فمه يتقدس عندما يذكر اسم البابا شنودة، أنا في الحقيقة أشعر بهذا. مجرد أن احنا نذكر اسمه ويتوارد إلى ذهننا شخصه، نشعر أن احنا بيدخل فينا قوة روحية، لأن هذا الرجل فعلا كان له لمسة عميقة جدا وبصمة عميقة جدا في تاريخ كنيسته. إذا كنا بنحتفل النهاردة بالعيد 70 لرهبنة البابا شنودة، فاكر كنا بنحتفل بيه دايما في يوم 18/7، فكنا بنسميه عيد الرهبانة، يعني نروح نقعد في الدير معاه ونسميه عيد الرهبانة، لأن البابا شنودة عمل نقلة في تاريخ الكنيسة في جميع
فروعها في جميع النشاطات بتاعت الكنيسة، وعلى الأخص في تاريخ الرهبنة اللي النهاردة بنحتفل به. الرهبنة هي عبارة عن صلاة دائمة، والبابا شنودة كان رجل صلاة فعلا. الرهبنة هي حياة البتولية والنقاوة والطهارة، والبابا شنودة كان يحيا حياة النقاوة فعلا. الرهبنة هي الطاعة، والبابا شنودة كان مطيعا للوصية ومنفذا له. الرهبنة هي حياة التجرد، وإحنا شفنا بعنينا هو على قد ما هو بابا الكنيسة تحت إيديه كل ممتلكات الكنيسة، لكن لم يعتبرها في يوم من الأيام أن هي ممتلكاته الشخصية، لكن كان دايما الحاجة اللي في إيده يوزعها. لم تفارقه حياة الرهبنة في حياته. يعني تحدث عن البابا شنودة نيابة الأنبا رفائيل كان وكأنه في حالة حزن شديدة ويستدعي أنه موجود في السماء مش معانا على الأرض الآن. معانا على الهاتف صاحب النيافة الحبر الجليلة أنبا بنيامين مطران منوفية وتابعها. سلام يا سيدنا. سلام والنعمة، أهلا وسهلا. كل سنة ونيافتك طيب يا سيدنا. إيش حضرتك بخير، أهلا وسهلا. ربنا يخلي نيافتك يا سيدنا. سيدنا النهاردة الاحتفال بمرور 70 عام على رهبنة قداسة البابا شنودة، وأيضا يصادف أن اليوم هو عيد ميلاد قداسة البابا شنودة أيضا. يعني إيه مشاعر نيافتك اليوم ده، وكيف ترى البابا شنودة الراهب؟ والحقيقة البابا شنودة، البابا شنودة يوم ما تولد توفت والدته، فتلازم الموت مع الحياة. ربنا حب يقول إن أنا في يوم ميلاد هذا الإنسان البار القديس ما تمتعش بوالدته، علشان يظل كامن في ذهن البابا شنودة الموت عن العالم. وأعتقد أن دي حاجة كان دايما يذكرها، أنه لما اتولد ما شافش مامته لأنها اتنيحت بعد الولادة يوم أو حاجة يعني. فالحقيقة البابا شنودة كان ربنا بيدربه في مدارس عملية في حياته، يعني علشان يختبر قوة الحياة الغالبة للموت. يعني لسه كائن حي بيتولد والمصدر اللي ولده مات، فتلتقى مع الموت في الكونشيس بتاعه، وكمان الحياة اللي بيبتديها. وطبعا دي بقى خلته رضا من سيدات كتير، وبقى يعني اجتماعي، وربنا اداله بقى صفات كتير قوي شفناها وتعلمنا منها كتير خالص خالص خالص. فالحقيقة يعني اللي يتأمل في حياة البابا شنودة يلاقي ان ربنا رسم حياته بطريقة مختلفة عن اي حد يعني. وعاش مع اخوه كبير، وكان بينتقل من مكان لمكان، يعني ما كانش عايش في بلد معينة، لا ده عايش في بلاد ينتقل بينها، فخد برضو على انه ينتقل من بلد لبلد، مفيش استقرار في هذا العالم. كل الحاجات دي لا شك انها ولدت في نفسية البابا شنودة حب الموت عن العالم وحب الحياة لحساب ربنا، لأن الله هو الحياة الدائمة الخالدة اللي بيدي حياة للإنسان. الحياة البابا شنودة في حياته مر بظروف نادرا ما يمر بها حد يعني، وكان الله يعده لكي يحمل الكرازة المرقسية كلها في قلبه وفي فكره، وأدارها أحسن إدارة، وكان مثال قوي جدا جدا في الحياة مع ربنا
وكنا نشوفه في الصوم، في الألام، في أسبوع الألام، يعني في الحاجات دي نتعلم من منظره، من صلاته، من محبته. بركته معانا كلنا، وأكيد هو بيذكرنا في السماء. سيدنا النهاردة أقيم حفل، وأيضا انضم له، يعني كان يسبقه بالأمس حفل للأطفال. فكرة وجود الأطفال وإن احنا نديهم التعليم وإن احنا نعرفهم بآباء الكنيسة وخاصة قداسة البابا شنودة وأهمية ده. دايما يقولوا التعليم في الصغر كالنقش على الحجر، يعني من يعلم طفلا كأنه ينقش على حجر. النقش على الحجر لا يمحى، عشان كده التعليم في الصغر لا يمحى، صحيح، ولا يستطيع الزمن أن يمحوه يعني. فعشان كده البابا شنودة عاش بطريقة كان منتهى الذكاء ومنتهى الطيبة والبساطة مع الحكمة، يعني تلاقي حاجات بتكمل بعضها يعني. عشان كده كان شخصية متكاملة، في كل موقف تلاقي له تصرف منفرد ما شفناهوش قبل كده يعني. وربنا سمح له بضيقات كثيرة في كل المراحل، سواء في طفولته، في حياته في الصغر وفي الكبر، في اختياره كأسقف للتعليم، ومر برضو بشوية متاعب مع الكنيسة. يعني الحقيقة مثال قوي جدا جدا لمحبة ربنا اللي من أجلها يحتمل أي شيء. فهو مدرسة الحقيقة، مش مجرد أستاذ، مدرسة. يهمني فكرة إن في احتفال، يعني رأيي يفتك في إن يقام احتفال للذكرى 70 عام على رهبنة البابا شنودة، ويكون هذا الاحتفال أيضا بالمركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي في يوم عيد ميلاد قداسة البابا. ده أنا كنت أتمنى الحقيقة إن أنا أحضر، بس كان عندي مشغوليات ما قدرتش أسيبها يعني. حلو قوي يعني، حاجة جميلة إن يبقى في مثل هذا الاحتفال، حاجة رائعة طبعا. بنشكر قناة ميسات على هذا يعني. كل الشكر لنيافتك. لو طلبت من نيافتك كلمة أخيرة لقداسة البابا شنودة. قداسة البابا، أقول له إحنا مش هننسى فضلك وتقديرك للنفس البشرية. أنا خدني في عربيته للدير وأعد لي قليتي قبل ما أروح، وكان دايما يتابعنا في كل شيء في الشغل متابعة دقيقة ما سبناش أبدا. فالحقيقة يعني محفورة في أذهاننا وفي قلوبنا محبته، وحتى لما كان بيوبخنا على غلطة كان بيكرهنا في الغلط. ولذلك احنا اتعلمنا كتير قوي، ومش ممكن ننسى ابدا هذا المعلم المتفرد اللي ما فيش زيه الحقيقه. كل سنه ونيافتك طيب، ونيافتكم حقيقي بتعلمونا، وقمه الوفاء ان احنا نشوف هذا الوفاء من نيافتك وصاحب النيافه أنبا أرمية، أنبا بولا، كل من حضر، أنبا سيدروس، كل من حضر اليوم، أنبا رفائيل، حقيقي أنبا موسى، حاله من الحب احنا بنتعلم منكم يا سيدنا. كل الشكر صاحب النيافة الحبر الجليل أنبا بيمن مطران منوفية وطابعة. هترك حضراتكم مع مجموعة من اللقاءات لبعض الضيوف الهامين اللي شرفونا النهاردة في حفل المركز الثقافي. عايزة أقول لكم كل الحضور بلا استثناء حالة من الهيبة والرهبة والمحبة وتقريب، يعني كمان صاحب يعني سيدنا كان وحشهم. عايز أقول لكم ما في حد إلا وشفت الدموع في عينيه في وقت من الأوقات، في حالة من الحالات، في حتى الأعمار اللي كان موجودة كان الحضور فيه كل التمثيل. يعني حتى اللي كانوا صغيرين وأطفال بيتعرفوا على قداسة البابا شنودة مننا كانوا متأثرين وعايزين يعرفوا أكتر وحابين يسمعوا المتحدثين أكتر. هترككم مع مجموعة من الضيوف وهنرجع نكمل لقاءاتنا ونشوف كمان ضيوفنا اللي كانوا في الحفل.
بابا شنودة ده تأثيره على الكنيسة وعلى الأشخاص تأثير غير مسبوق، تقريبا هو اللي شكل حياتنا الروحية والإنسانية. احنا جيل اتولد وعاش في العصر بتاعه، واحنا سعداء ومحظوظين جدا جدا بالفترة دي. فعلى المستوى الروحي، على المستوى الثقافي، على المستوى الاجتماعي، على المستوى السياسي، ده كله تأثير البابا شنودة. اتربينا على كتبه وعظاته والكلام اللي كان بيقوله. المركز الثقافي امتداد للأثار اللي سابها البابا شنودة، وبيكمل الرسالة طبعا يافطة الأنبر 100، ربنا يديله الصحة ويثمر في عمله 30 و60 و100. هذا والد العظيم كان اختيار طبعا من الله، وجي في وقت فعلا وموهبة الظروف صعبة قوي، واحتملها بمحبة وبهدوء وبصمت في وسط كل اللي كان بيحصل في البلد. حقيقي شخصية صعبة تتكرر تاني أو تشبه بأحد. كان هدفه الشعب، من حق الشعب اختيار رعيه، وفي الرعاية على المستوى الأسقف أو مستوى الكاهن أنه كان دايما ينبه على كل الأباء بجميع الرتب أنه الخدمة لازم توصل لكل نفس. فالحقيقة الكلام عن البابا شنودة كلام كتير جدا جدا، والبابا شنودة هو البطريرك اللي حفظ في نفسه جميع الأباء. احنا متشرفين ان احنا النهاردة نحضر احتفالية بخصوص العيد 101 لمئوية ميلاد البابا شنودة و70 سنة على رهبنته. ويعني البابا شنودة اللي اتربينا واتولدنا لقيناه هو البابا بتاعنا، وهو أبونا الروحي وتعليمه وعظاته، ويعني من نعومة أظافرنا واحنا اتربينا على تعليمه إلى هذه اللحظة. مدرسة البابا شنودة ده يعتبر نقطة فارقة في تاريخ الكنيسة الأرثوذكسية. لو اتكلمنا عن البابا، البابا المعلم، البابا الراعي، البابا المتواضع، البابا الشامخ، البابا القوي، البابا الجسور، البابا اللي علم أولاده إزاي إن هم يعيشوا الحياة الكتاب المقدس. طبعا الكتاب المقدس كان بالنسبة له يعني حط إيده كده يفتح الكتاب على الآية اللي هو عايزها. قدسة البابا إحنا يعني بجد ملانا محبة من محبته الفياضة لينا كأولاده. كان صمام أمان للدولة وللبلد، لأنه كان وطني وجسور ووطني وغيور على مصر وعلى بلدنا الحبيبة في كل المواقف داخليا وخارجيا. طبعا حفلة جميلة جدا، وطبعا إحنا لما نتكلم على سيدنا البابا شنودة لا تكفي له لا يوم ولا سنين ولا سنة، يعني طول العمر ما يكفيش إن الواحد يتكلم على قداسة البابا شنودة. الحقيقة يعني المركز كلمنا واتصل بينا، كان عايز حاجة تناسب السبعين سنة الرهبنة قداسة البابا شنودة. فإحنا قلنا ترنيمة عن الرهبنة، عن الأب أنطونيوس، وقلنا ترنيمة تانية من أهم أشعار قداسة البابا شنودة اللي هي أنت لم تنصت من ألحان برواز، ودي كان أقل حاجة نقدمها مناسبة للاحتفال بقداسة البابا شنودة. برحب بحضراتكم ومستمرين في تغطية حفل المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي بمرور 70 عام على رهبنة قداسة البابا شنودة الثالث من ثلاث الرحمات. خليني أقول لكم النهاردة كان من ضمن الحضور حضور غالي وحضور مميز، وهو كان حضور أستاذ خالد البلشي نقيب الصحفيين، واللي تحدث فيه أنه موقف مهيب، موقف النهاردة نقف في حضرة وطني أيضا مهيب. تحدث عن البابا كان من أول الأعضاء، أول بابا عضو في نقابة الصحفيين، وأشار إلى مقالات وكتبه اللي كان يقرأ منها الكثير ويتابعها. هنطلع نسمع جزء من كلمات أستاذ خالد البلشي نقيب الصحفيين، نرجع نكمل مع حضراتكم. الحقيقة أنا في موقف مهيب، فالنهاردة يعني لم أكن أنتظر أن أنا أقول كلمة، لكن يعني في حضرة رجل عظيم ووطني عظيم وبابا عظيم لابد يعني كان لابد أن أتكلم. الأحبار الأجلاء، الآباء والكهنة الكرام، يعني النهاردة إحنا بنقف في حضرة يعني
وطني عظيم. أنا ربما عندما اخترت أن أتكلم عن قداسة البابا شنودة، مثلث الرحمات قداسة البابا شنودة، احترت كتير هل أختار المجال اللي أنا بتكلم فيه اللي هو أنه كان صحفياً مهماً وأنه كان عضواً بنقابة الصحفيين، حصل على عضوية نقابة الصحفيين سنة 1966، ولا عن مقالاته. الحقيقة بحثت في مقالاته وتهت في مقالاته وثقافته العميقة، وكمان تذكرت عندما كنت صحفياً صغيراً كيف كان يتعامل مع الصحافة وكيف كان يدرك قيمة الصحافة أيضاً. يعني لن أنسى أبداً. بيشرفنا على الهاتف أستاذ خالد البلشي نقيب الصحفيين. برحب بحضرتك أستاذ خالد. يا أهلا بحضرتك وأهلا بكل المتابعين وكل المشاهدين. الحقيقة أنا شاهدت تأثرك وكلمتك اللي كانت من القلب قبل العقل عن المتنيح قداسة البابا شنودة، تكلمت عنه صحفيا وتكلمت عن عزة الأربعاء اللي كنت بتتابعها وحضرتك صحفي كمان. حابة أعرف أكتر عن ماذا كنت تحب أن تتحدث اليوم عن البابا شنودة. يعني الحقيقة أنا لو كنت تكلمت عن قداسة البابا كان الوقت لا يعني كان ما كان يكفي. يعني يعني ده معرفتي بيه، لو انا بدات على معرفتي بقداسة البابا شنودة وانا طفل صغير، لما كان والدي رحمه الله كان في الاعياد بيكلمني على عيدت على عمك فلان وعلى خالتك فلانه، عمك اسحاق وخالتك خيره وهم جيراننا، كنت دايما بروح اعيد، فكنت ارى صورته. دي كانت بدايه التعرف ما بيني وما بينه. بس لما كبرت يعني أدركت قيمته وأدركه، وكمان أدركت مواقفه الوطنية العظيمة، وأدركت أنه كان قادر على دفع ثمن هذه المواقف أيضا. ويعني بقي موقفه من القضية الفلسطينية موقف يعني واضح وشديد الوضوح، وموقفه من قضية التطبيع بالنسبة لي، بخلاف طبعا ساعة اطلاعه وطبعا متابعتي أصلا وأنا صحفي صغير، سواء في رضا اليوسف أو عندما يعني توليت منصب في الصحافة. فكانت عظة الأربعاء أو يعني محاضرات الأربعاء دي بالنسبة لنا مصدر مهم للأخبار ومتابعة كل الأخبار ومتابعة مواقف يعني الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وده كان بالنسبة لنا. وكمان يعني هل كان في لقاء مباشر مع قداسة البابا يا أستاذ خالد؟ للأسف لم يعني سعيتني الحظ لألتقي بقداسة البابا، ولكن أسعفني الحظ بالالتقاء بقداسة البابا تودرس بعد كده. إنما وقتها التقيت بقى معه يعني ثقافيا وإنسانيا وفكريا من خلال، وكمان من خفة الدم المصرية كمان أيضا، من خلال متابعتي لعظاته في الأربعاء أو لقاءاته بالمختلفة. وكمان موقفه بقى دي كانت هي العلامة الأهم. هل في مقال أو كتاب تذكره لقداسة البابا جه بصدفة ما قدامك له تأثير ما أو في ظروف ما؟ يعني حضرتك أنا دلوقتي مش حاضرني كأسماء كثيرة، بس كمان في الآخر أحنا كنت أتابع مقالات متعددة، وأنا يعني مثلا لو أنا بتابع مشواره بدأت بال القصيدة الأولى اللي هو قداسة البابا كتبها عندما التحق بمجلة مدارس الأحد في سنة 47، وقرأت أيضا قصيدته لما تراه مع بداية رهبنته سنة 54. ده كان من بخلاف طبعا المقالات المختلفة وحديثه المختلفة ومواقفه أيضا المختلفة. حضرتك كنت متابع لعزة الأربع كصحفي بهذا التوقيت؟ كصحفي طبعا بيتابع، وكمتابع يعني لتاريخ رجل دين عظيم، وكمان كجزء من هذا المجتمع المصري بتنوعه وباختلافه، ويعني وبحريص على سيادة روح المواطنة في هذا الوطني. أهمية مثل هذه الاحتفالات والتذكير بهذه القامات الدينية والوطنية أيضا يا دكتور خالد؟ يعني النهاردة أنا الحقيقة ما كانش يمكن أن أنا يعني أفوت هذا اليوم النهاردة تحديدا، لأن الحقيقة يعني الحديث عن 70 عاما من رهبنة المتنيح قداسة البابا شنودة، أو 101 عام على عيد ميلاده
من ميلاده. ده كان مهم جدا وهو بيواكب حدث كبير هو القضية الفلسطينية الآن وما يجري فيها، وهو كان صاحب موقف جليل وعظيم من القضية الفلسطينية، يعني مواقفه وإصراره على أنه سيدخل القدس عندما تتحرر، وإصراره على أن القدس هذه مدينة عربية ورفض كل أفكار تدويلها، وإصراره على كل هذه المواقف حتى لدرجة أنه لم يدخل القدس إلا مع شيخ الأزهر، ثم قال لن أدخلها إلا محررة حتى لو دخلها الآخرون. ده كان موقف شديد الوضوح، موقف شديد الوطنية، موقف فارس تماما. وطبعا أقاويل يعني كلماته وعظاته الأخرى وأحواله الأخرى عن وطن، عن مصر كوطن يجب أن يتسع لنا جميعا، ده كان جزء مهم من متابعتي لقضية بابا شنودة. فمن أجل ذلك كان لابد أن أحضر، من أجل ذلك كان لابد أن أتكلم، رغم أني في هذا الوقت في هذا اليوم أمر بظروف شخصية، لكن أنا كنت كان لا يمكن أن أفوت هذا اليوم. تحياتنا لحضرتك وبشكرك على تواجدك بالرغم من هذه الظروف الشخصية. أنا عرفت كمان أن هيروح لحضرتك الكتاب البابا الصحفي اللي فيه مجموعة من مقالات قداسة البابا شنودة وكتاباته في هذا قبل نياحته يعني. ونشكر حضرتك على وجودك بالرغم من الظرف الصعب اللي كان عندك أستاذ خالد البلشي نقيب الصحفيين. خلينا نطلع فاصل وهنرجع نكمل تغطيتنا مع حضرتك. ها أنا من عشاق البابا شنودة لأني من عشاق مصر. من يعشق مصر لابد أن يعشق البابا شنودة، ولأني عاشق لتاريخ مصر فأنا أعشق البابا شنودة، لأنه من يعشق تاريخ مصر لابد أن يعشق البابا شنودة، ولأني منتمي لهذا الوطن فأنا أنتمي لمسيرة وسيرة البابا شنودة، ولأني مؤمن بعلم الأرقام فرقم 7 هتلاقوه بيتكرر في مسيرة البابا شنودة. النهاردة الذكرى 70 للرهبنة، هتلاقوا أنا لاحظت من خلال قراءتي أنه رقم 7 متكرر عنده، يعني هو البابا رقم 117 رحل في 17 مارس 2012 الساعة 7، تولى البابوية في 19 مارس 71. موقفه العظيم الوطني من معاهد كامب ديفيد كان في 77، وموقفه العظيم من مظاهرات الجوع انتفاضة الخبز اللي سماها السادات انتفاضة الحرمية كان بعد 18 و19 يناير 77. الحقيقة هذا كان جزء من كلمة الإعلامي والكاتب الصحفي الكبير محمد الغيتي، واللي هيكون معانا الآن على الهاتف. مساء الخير أستاذ محمد. يا مساء الفل، اهلا يا ألف. اهلا بحضرتك معانا، كنت منورنا في الحفل والان بتضيء مساء الخير بوجود حضرتك فيه. اشكرك جدا. انا عايز ابدا، هل كان في لقاء مع قداسه البابا شنوده بشكل مباشر؟ كان في لقاء، اكثر من لقاء بشكل مباشر وغير مباشر. يعني انا كنت الله يرحمه الصحفي الكبير محمد جلال كان رئيس تحرير مجله التلفزيون، انا كنت شاب كده سكرتير تحرير صغير، فكنت بروح معه وبيعمل لقاءات مع بابا شنودة، واكثر من مناسبه الحقيقه كنت قريب منه على بعد خطوات واستمتع بابتسامته. هو كان ليه ابتسامه الحقيقه مشعه تضيء المكان يعني. وخلينا اقول انا اعتقد انه اسمه قبل الرهبنه كان له نصيب منه، يعني كما نظير. يقول العرب كل اسمه باسم نظير جيد، فباسم مبسم يعني الابتسامة نظير جيد. وبعدين حتة انه دارس يدرس التاريخ والآثار، التاريخ يبقى القبطي والإسلامي والمعاصر والآثار، يعني عارف لغة وهوية هذا الوطن، وبعدين يشتغل مدرس ويشتغل صحفي ويشتغل رئيس تحرير. المهن دي يعني انا يعني لان انا اشتغلت صحفي وكنت رئيس تحرير من جهه اذاعه التلفزيون، فانا اعلم يعني ايه صحفي ورئيس تحرير يعني. هذه المهن اثقلته
المان دي أعطته فلسفة في الحياة وأعطته رؤية للحياة. إيه الرؤية بقى؟ هي صناعة البهجة. أعتقد أعظم ما كان في سيرة ومسيرة البابا شنودة الثالث مثلث الرحمات وبابا العرب إنه كان يستطيع أن يضفي البهجة ويصنع البهجة. تبقى أنت مكتئبة فتقابليه تلاقي ابتسامته فتفرحي، تحس فيه كده إيه مصنع بهجة وسعادة. ولما يبكي يبقى عندك شجن. لما كان أحيانا يبكي، لما جاله مرة سؤال عن واحد قال له أنت سبت الصحراء والرهبنة وقابلت تبقى بابا وتعيش في وسط الناس، بكى وقال بيتا من الشعر يعني أنا أعتقد من أبدع ما قيل في الشعر العربي. بصي إحنا عندنا أكثر من بعد، أنا ممكن نقعد نتكلم أقول فضلت ده حقيقي صبح. ده حقيقي بس, لا بس في أنا... بعد أيوة فضلي. لا اتفضل حضرتك يا فندم. أنا بس أنا مش هتكلم عن الجانب الروحي أو الدين، ده مش بتاعتي، بتاعت الأباء القساوسة الكهنة الأحبار، إنما أنا هتكلم عن بعد إنساني صحيح اللي هو يروح أي بلد يجبر الآخرين على احترامه. ليه؟ لأنه حتة الهوية المصرية أعطت له شموخا وكبرياء صحيح. فهو مسيرته عنوانها رغم حنيته وابتسامته وحتة الرحمة، إنما كان شامخا. كان مواقفه أنا مش عايز أقول السياسية لأنه ما كانش يحب يقول إيه إن أنا مش منخرط في السياسة، إنما خلينا أقول مواقفه الوطنية الوطنية كان فيها شموخ لدرجة أنه يتحدى السادات ويقول له لن أتنازل عما أؤمن به، مش هروح إسرائيل ومش هروح أن أنا أجي معك أمريكا عشان كان بديد، فيقصيه ويؤذيه. مع ذلك هو شامخ وعنده كبرياء في كل مواقفه، حتى في المواقف، حتى لما يعني بعد كده لما الأحداث كلها الكبرى غير قضية فلسطين اللي هي قضية العرب يعني اللي هي حاضرة وهو حاضر بمواقفه حتى الآن. فهو ده الجانب الإيه الإنساني. في الجانب الوطني اللي أنا بعتبره استمرار لكل أقباط مصر اللي هم أصل هذا الوطن. وشوفي حوار الأنبا شنودة الثالث مع السادات لما قال له عمرو بن العاص دخل، فكان الأنبا كبير الأقباط بنيامين هربان 13 سنة من العسف والظلم الروماني، وقال له طلعه وأفرج عنه وبنى له كنيسة، وقال له أنا عايز أبني كنيسة بناها له، وكانت دي رسالة للسادات اللي أطلقوا عليه الرئيس المؤمن واللي هو تسبب في الفتنة الطائفية. فده البعد الوطني هنا جاي من أهل من بص يا ألفت في دراسة في أو مش دراسة مذكرات اللورد كرومر ترجمت هذه الأيام عن في أربع أجزاء قايل فيها الأنبا كرولوس لما راح له اللورد كرومر وقال له أنا عايزك تبقى جنبي، مسيحيين مصر يبقوا معايا ضد مصر، فقال له اخرج من قلاياتي واعتبرني مصريا مسلما. الوطنية دي هي مدرسة أنا أعتقد كان أنجب تلاميذها هو البابا شنود. المدرسة بقى تمر بقى على ويسا واطف وسنود حنة ومكرم عبيد وفكر، كل دول سلالتهم سبكتهم شربها دراسته للأثار والتاريخ المعاصر البابا شنود، فبقى تلميذ وأستاذ في مدرسة الوطنية المصرية. طيب أستاذ اللي هو قال أعظم جملة مصر ليس وطن نعيش فيه ولكن وطن نعيش فيه. نعم. خليني أسألك بقى عن حاجة مهمة جدا كانت في كلمة حضرتك اليوم وجهتها لصاحب النيافة الأنبا أرمية. طبعا عن أن أنت اللي بتتمناه في القادم أن يكون في عمل فني درامي عن البابا بعيد عن الروحانيات وعن الديني. عندك حق. بصي أولا أنا اتكلمت عن رقم 7 كمان في مسيرة البابا شنودة، وناس كتير ما تعرفش عظمة الرقم 7 في علم دلالات الأرقام. سبعة ده اللي هو ربنا خلق الدنيا في 7 أيام، في 7 سماوات 7 أراضين. 7 دي حتى السبوع عند عند المصريين والفراعنة، فسبعة رقم دلالته كبيرة وعظيمة، عشان كده تكرر في حياة البابا شنودة، وده رمز تقدر تقوليه رمز بلاغي، رمز يعني إنساني كمان، رمز كبير. أنا بقى كنت أتمنى إيه؟ أتمنى رقم 1 انه يدرس قصة البابا شنودة عند تلاميذ المدارس باعتباره رمز وطني ما يقلش عن مصطفى كامل وسعد زغلول ومحمد فريد. نبحث فيه عن القدوة. برافو عليك، ده انه هو فعلا كل مسيرته قدوة، كل كلمة قالها قدوة، كل جملة قالها قدوة. مهم جدا ان احنا ندرس اشعاره. خد بالك
انا ما اعرفش في ناس واخده ماجستير. حضرتك قلت ان هو في ما في ما يساوي ايليا ابو ماضي يعني في الشعر لا يقل عن ايليا ابو ماضي او القاسم الشاذلي، لانه كمان في تناص في علم في حاجه اسمها في الادب بالمقارن حاجه اسمها التناص، ان انا يعني جئت يوم مولدي مثلا او جايين الدنيا ما نعرف ليه لعبوا هاب وحسين، هو عامل نفس المعاني. طب خليني أقول لحضرتك ناحية تانية بترسخ لتاريخ هؤلاء العظماء، بما فيهم مثلا حفل زي حفل المركز الثقافي اليوم وبكم الحضور اللي حضرتك شفته وبكم التقدير اللي كان في الحضور اللي تقريبا في الحفلات بيبقى الكل بيتورى مش عايز يتكلم، النهاردة تقريبا حتى الضيوف الأطفال الكبار الشباب كنت حاسة أن الجميع لو دعيوا أن هم يقوموا يقولوا حاجة عن بابا شنودة أو يقولوا له حاجة كان النهاردة يتكلموا يعني بعين الكاتب. عايز أقولك الجمهور كان عظيم وعايز أقولك حاجة، في ناس كانت بتطول يعني أنا قعدت أنا نادرا حضرتك قلت أنا من بتوع الثلاث دقائق يا جماعة عشان يبقى الأكثر تركيزا بالضبط بالضبط أنا من خمسة لخمسة تخيلي. والحقيقة أنا بشكر الأنبا أرميا هذا الرجل العظيم هذا المفكر المثقف اللي لغته العربية كمان جميلة وسليمة من مدرسة البابا شنودة. انه احنا خمسة بالضبط لغاية خمسة ونص انا طلعت قلت كلمتي ساعتين ونص قاعدين، وعايز اقولك حاجة كأن على رؤوسهم الطير الناس قاعدة مستمتعة بأطفالها وشبابها. فعايز اقولك كمان اخر حاجة عايز اقولها هو لازم يدرس كشعر وكشاعر واديب. انا اعتقد انه اضاف لمدرسه ابولو والمدرسه المنسيه في الشعر. وبعدين بقى في حاجه غريبه تجنن، وهو شاب كان بيكتب العاميه وعاميه رائعه عاميه رائعه حقيقي يعني عاميه ما بين برم التونسي مثلا وفؤاد حداد مثلا. يعني واحد المدرسه بلقاء قريبا تشرفنا انا تحت امرك اذا كنت هتكلم عن بابا شنوده انا جداً. بعشقه وبعشق سيرته ولسه في زوايا كتير ما اتقالتش اتمنى يطلع الان بارميه بيتكلم عنها ان ما زال لم يكتشف زوايا كتير عن البابا شنوده. اذكر طبعا الان بارميه والاباء اللي اتكلموا والواحد استفاد فعلا من كلماتهم. هي كلمة حضرتك كانت من القلب جدا وفكرة العمل الدرامي دي كمان نفسي تعمل فيلم توثيقي فيلم روائي قصدي تعمل مسلسل، ليه ما تعملش مسلسل تلفزيوني ليه زي كل الرموز والسير زي الكبار في تاريخنا. يعني احنا عملنا عن عبدالله النديم وانا عملت عن سعد زغلول وعملت عن ادم الشرقاوي وعملت حضرتك اشارك ان ده يكون من الناحية الوطنية وليس الروحية ولا الدينية ويتحط فيها الجانب الروحي ويتم مراجعته من جانب الاباء يعني ولا والكهنه والاحبار يعني انما قصه انسانيه دراميه وطنيه. نورتنا بجد استاذ محمد الغيطي الكاتب الصحفي والاعلامي الكبير، كل الشكر لحضرتك على حضورك اليوم وايضا على مداخلتك الان. هيكون معانا نفسي جدا تسمعوا سما كيدز يعني الحاجه الحلوه قوي اللي بدات عندنا في المركز الثقافي القبطي الارثوذكسي من 2019 وكانت خدمه باللغه الانجليزيه الاول وبعد كده انضمت ليها اللغه الفرنسيه. خلينا نطلع مع حضراتكم نشوف جزء من احتفاليه الحلوين دول وتشوفوهم وهم بيرنموا ومن الكيجي لثالثه اعدادي حاله من الزهو باولادنا اللي زي الفل وكمان بخدمه مدارس الاحد سما كيدز في المركز الثقافي القبطي الارثوذكسي. Thank you.
خليني كمان أخد حضراتكم على جزء من كلمة صاحب النيافة الأنبا إرميا، واللي تحدث فيها عن رهبنة قداسة البابا شنودة مثلث الرحمات المتنيح، واللي قال فيها أن البابا أصبح مصمما على حياة الرهبنة، وحينما وجد الوقت المناسب اندفع وانخرط فيها بكل قوة. نطلع نسمع جزء من كلمة صاحب النيافة الأنبا إرميا ونرجع نكمل مع حضراتكم. أسأل متى بدأت الرهبنة حياتها مع البابا شنودة الثالث؟ أجاب قداسته وقال: إن الرهبنة تبدأ في القلب، وذلك قبل أن يأخذ صاحبها الوضع الرسمي حين يرسم راهبا في أحد الأديرة. كانت الرهبنة تعني موت القلب عن العالم، وبدأ الموت عن العالم في القلب، فإذا مات القلب عن العالم دخل صاحبه في الرهبنة، وبعد ذلك يأخذ الوضع الرسمي فيصبح راهبا. تبدأ الرهبنة فينا قبل أن نبدأ فيها على النحو الرسمي. ويقول قداسته: وهذا ما حدث لي في الواقع، فقد بدأت أشعر أن كل شيء في العالم لا يشبع القلب من الداخل. كانت عملية الموت عن العالم أو موت العالم في قلب الإنسان بدأت تستولي على قلبي وتنمو في داخلي يوما بعد يوم. وكتبت مقالات كثيرة في الفترة من 1951 إلى 1954، وترحب قداسته في دير السريان العامر في 18 يوليو عام 1954، ونشر هذه المقالات في كتاب انطلاق الروح. انطلاق الروح من روابط العالم كلها حين تكون الروح طليقة في علاقتها مع الله. هذه كانت جزء من كلمة صاحب النيافة الأنبا إرميا في حفل ذكرى مرور 70 عام على رهبنة قداسة البابا شنودة في المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي. الرهبنة تبدأ في القلب قبل أن يرسم صاحبها بشكل رسمي. تحدث كمان أن البابا كان محبا دائما لحياة الخلوة. البابا دخل حياة الوحدة والكلمة وحاول أن يصل إلى نهايتها، وكما تسمى في كتب الآباء القديسين درجة القديسين الذين يعيشون بلا اسم ولا لقب ولا مكان. البابا رهبا معظم رهبان الأديورة في جيله، أيضا عاش راهبا وهو كان أسقفا، وعاش راهبا وهو بطريركا كان يقضي نصف الأسبوع في الدير. يتحدث أيضا أن البابا أصبح مصمما على حياة الرهبنة، وحينما وجد الوقت المناسب اندفع إليها بقوة. عايز أقول لكم أن قداسة البابا ظل 10 سنوات في رهبنته بدون الخروج من الدير نهائيا بشكل نهائي. يعني مقالاته محبة الله، وكان يقول أن مقولته محبة الله، وكان يقول أن تلك المحبة هي الغاية التي يسعى إليها في العالم. هذا كان في كلمات كانت في كلمة صاحب النيافة الأنبا إرميا عن مثلث الرحمات قداسة البابا شنودة الثالث. حابة أقول لكم دي كانت حلقتنا، وإن كانت الحفل تحتاج لحلقات وحلقات للحديث عنها وعن تغطيتها وعن كل الإيجابيات اللي كانت موجودة فيها من محبة ووفاء وتسليم زي ما بيقولوا من جيل لجيل، زي ما بنتعلم دايما من قداسة الأنبا إرميا. فكرة كمان الوفاء الموجود طول الوقت اللي إحنا كأبناء أنبا إرميا كمان بنتعلمه وبننتقل وبنتعلم منه وبنحاول نكون على نفس هذه الدرجة من الوفاء. بشكركم وتصبحوا على كل خير، ودي كانت حلقتنا، بكرة حلقة جديدة. مساء الخير، تصبحوا على كل خير.